لو كان تعطينا لمحة على المستجدات بالنسبة للقضية ضد سامي الفهري. شوف، هو بالنسبة للقضية سامي الفهري كان مقرر وأنه نترافقوا فيها نهار 13 نوفمبر كما تعرفوا الناس كل، وبالفعل حضرنا يوم 13 من نوفمبر وترافعنا في ظروف طيبة جدا، ترافعنا لأكثر من 4 ساعات، بينا جميع الدفعات اللي عندنا، الخروقات اللي تمت في القضية. فقررت المحكمة أمام كثرة النقاش القانوني وكثرة النقاط المثارة أمامها، قررت أنها تحجز القضية للتصريح يوم 20 نوفمبر. يوم 20 اللي هو اليوم هذا اللي قاعد نكلم فيك فيه، مشينا للمحكمة على أساس باش ناخذوا التصريح بالحكم، لكن للأسف الشديد نلقاو أنه المحكمة قررت التخلي عن القضية. علاش التخلي؟ استفسرنا على الموضوع فأجابتنا الدائرة وأنه تلقات شكاية مفادها وأنه فما مواطن يتهم رئيس الدائرة بأنها أخذت رشوة في القضية هذه. بطبيعة الحال هذه القاضية درءا للشبهات قررت أنها تتخلى على الملف وما تحكمش فيه. تتخلى على الملف معناتها يلزم توا دائرة أخرى تنظر فيه. أنا شو نقول؟ نقول وأنه وزارة العدل اللي حالت الشكاية هذه على النيابة ومن النيابة تحالت على القاضية كان المفروض أنها تجتهد أكثر، معناتها تشوف هل أنه الشكاية هذه جدية، هل أنه الناس هذوم اللي اتهموا القاضية بالرشوة هل أنه عندهم أدلة على الموضوع هذا، لكن نحيلوا هذه الشكاية دون التثبت في جديتها ونحطوها فوق بير القاضية ونقولها هاي جات فيك شكاية تحب تحكم ولا تحب تواصل، بالطبيعة هي باش تقول لك ليه ما نوصلش ما نحكمش، فاش قام عليا انا نحكم؟ شيمني فيه انا سامي الفير وشيمني في غيره؟ بتم متهميني بالرشوة يا خويا، هاو ملفكم وبراو لوجو على دائرة اخرى. وشنو تقييمك استاذ موضوعيا للشكاية هذه؟ معنا ان الشكاية هذه ما نجموش نطلعوا عليها لانها ربما فيها اسرار في الوقت الحاضر، ما طلعوش علمونا اللي فما شكاية، لكن ما نعرفوش على شكون صادرة ولا اش تتضمن بالضبط، نعرفوا ملخص لها، قالوا لنا راهي تتهم هذه القاضية بان اخذت رشوة لا اكثر ولا اقل، لكن انا صراحة معناتها حسب المؤشرات والمعطيات الاولية ظهر لي شكاية غير جدية بالمرة، مسألة نتاع انسان الله اعلم شنو الغرض نتاعو، الله اعلم شكون وراه، فقط يتهم معناتها هكذا اتهامات لا دليل عليها. وعلى كل حال نحب نقول لك في النهاية باش الناس معناتها تاخذ كلامنا بكل مصداقية، احنا راهو ما يقلقنا لا اسم قاضي معين ولا دائرة معينة، كل القضاة عندنا كيف كيف، كل الدوائر عندنا في نفس المنزلة وفي نفس المرتبة، كلهم نزهاء وكلهم شرفاء، واحنا اي دائرة باش تتعين باش نحضروا قدامها وباش نرافعوا في كنف الاحترام وفي كنف معناتها الشفافية، وما عندناش حتى إشكالة مع حتى حد. ما يهمنيش احنا شكون اللي باش تعين، عينوا قاضي اخر مرحبا نمشيوا له نتوسموا فيه الخير ونمشيوا نرافعوا قدامه وان شاء الله باذن الله منوب ياخذ حقه لانه ظلم اجرائيا وظلم من حيث الاصل ايضا. صاروا قبل الاستاذ حالات كيما هكا؟ يعني صراحه مع حوادث القدح صارت، حوادث التجريح في الحكام صارت، ولكن تصير بمعدلات يعني ضعيفه جدا، ولكن اول مره نسمع وانه عمليه التجريح تصير يوم الحكم في القضيه. معناتها والله لو كان من اللي تعينت الدائره هذه قال جاء واحد عمل الجواب وقرر وصار وكذا 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 ربما نفهمه، لو كان 3-4-5 أيام قبل الحكم نفهمه، لكن كون الموضوع هذا يتقع اثارته صبيحه التصريح بالحكم، يعني مازال لنا ساعتين تقريبا ونسمعوه الحكم شنو، جهه الشكايه هذه وجهه الموقف هذا هذايا يخلينا نتسائلوا علاش هالخزعبلات هذية وهالمانوفر هذية اللي ناس معناتها ما عندها حد. على كل حال احنا باش نحملوا مسؤوليه قدام القانون باش نشكيو باش نطلبوا تتبع الناس هذوما اللي معناتها لوحوا اتهام هكا القضاة بدون ما يكون عندهم ادله، باش نطلبوا تتبعهم والكشف على نواياهم شنو.